بسم الله اللي عامل دايمنشن، اجي هنا اقول له انا عايز اعمل دايمنشن وادوس على اول نقطة وافضل دايس بالماوس لحد اخر نقطة، يبقى انا كده عملت الدايمنشن. لو عايز دايمنشن داخلي اجي هنا اقول له انا عايز انتريور دايمنشن وادوس على اول نقطة واسحب الماوس، هو اوتوماتيك يعمل لي الدايمنشن. لو عايز اقول له انا عايز زاوية مثلا اقول له الزاوية، راح محدد اول عنصر وتاني عنصر وهيكتب لي الزاوية بتاعتي. ولو عايز احرك الدايمنشن هعمل على سيلكت وابدا احرك زي ما انا عايز بالشكل دوت.